شكرا للزميل عبد العزيز النصر. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مرت الأيام ومن لوسيل إلى لوسيل، من شيل يا ميسي شيل إلى سؤال من يشيل كأس آسيا قطر 2024 على أرض الاستضافات الكبرى وعلى ملاعب قطر المونديالية. ننطلق على بركة الله في نقل وقائع الحدث الجديد والرهان الكبير بنفس الضوابط ونفس الثوابت، وبحفل افتتاح كان فيه من الرسائل والتذكير بأننا لا ولم ننسى قضية الأمة، قضية فلسطين، تذكير للعالم الحر إن ما زال فيه أحرار وحرية، وللأحرار منهم لو كانوا. فلسطين قضية شعب وأمة لن تنتهي بمرور الزمن والأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحياتي هنا من آسيا من استاد لوسيل. على يساري سجل فريق الأرجنتين الركلة الحاسمة من أجل المونديال، اليوم ركلة البدايات من أجل أمم آسيا، النسخة 18 للقارة الصفراء، والمعز علي هداف آسيا التاريخي بتسعة أهداف. تشكيلة منتخب الأرس، وليد شور وفي الهجوم للفراء الياباني. انطلقت المباراة سريعة مهمة، خمسة في الدفاع يعبي وسط الميدان. إذا يعرف الفريق، يعرف اللاعبين، يعرف الأجواء، ويدخل على طول في البطولة ويتحمل المسؤوليات. خيارات يضغط المنتخب اللبناني، سلاح وشيع الدور الثاني، خطف هدف وكورة الهدف الأول. 1-0 عن طريق جوليا دوريسيا، الهداف مرة من هنا ولكن رأي صفارة. الهدف ملغي منشوم أبطال العرب، هو بعيد عن الضغوط ولا واحد رشح العنابي لللقب. البطولة ومن رحم البطولة ولد منتخب قطر، يلعب في أرضه، جمهوره يحب الاحتفاظ باللقب. حيدر يمشي، حيدر خطيرة بالرأس والدفاع يتصدى، القطري في الدفاع واللبناني في لحظة هجوم من خلال مصارعة في البدايات، واللبناني يلعب أول مرة في افتتاحية المونديال الآسيوي. إنه لحدث كبير للكرة الخطيرة جدا، والهربة والتسديدة وكرة أوت. 14 دورة، السبعة نصفها كان بتنظيم عربي. أوغ محاور جميلة، لبنان تؤدي بشكل ممتاز ودخلت المباراة. الهدف فائق اللبناني إلى الكونتر أتاك. كرات أول بطولات الكبرى المحتضنة من قطر، الرأسية والحارس يتصدى، يتصدى مصطفى مطر، يتألق مصطفى مطر على عنوان الكرة الثابتة. آخر وقت نجحت، الآن كرة بنجاح، التسديدة، والفريق اللبناني يقول أنا موجود، أنا موجود ما دام بعلم وطنها وقميصها. يمشي بالكرة حيدر، حيدر في شوت، في شوت، يشوت كرة ولكن أوت برا. برا لمنتخب لبنان، محاولة جديدة من وليد. مباراة كشان 90% من ماتشات حسب شخرجه، باش يشوط، باش يضرب كرة خطيرة، والحارس مشعل برشم يتصدى لكرة لبنانية جديدة. الكرة تمشي، عفيف باش يشوط، عفيف والدفاع، الكرة معز، معز خطيرة والدفاع. في أيام الطلياني منتخب التنين يحاول عبد الرزاق، الرأسية والجول، مش ممكن يا قطر، مش ممكن يا قطر، كورة رائعة وجدت الأروع أكرم عف. معز، المعز، المعز، شركنها معز، هرب، شبكش الشوط، أعتقد كورة المنتخب القطري، ما يبدلهاش، ما يقدرش يبدل على طول لأنه التكتيك كانت موجودة. ركنية ولا ضربة مرمى، كورنر، الكرة تمشي، هذه خطيرة، هذه خطيرة، وبرافو، سكر عفيف تخدم الكرة باش يضرب حاتم، والدفاع يتصدى المطالبة بلمسة، والإيراني قال العب، الإيراني قال العب. ترجع كرة ملعبة طويلة، عفيف يخدم كرة، مش ممكن، يرجع الدفاع ويخرج الحارس، يدخل الدفاع ويخرج الحارس، وفيها رأي الصفارة. عن طريق لوكاس، تمريرة خطيرة، يوسف ممتاز، كرة الهدف، هاجس لبناني الآن، انهاء الفترة بدون قبول هدف في خواتيم الشوط، لابد من التركيز. تنفيذ ضربة جزاء كان موجود في الوسط، الدفاع والتركيز، نفس الشيء في افريقيا، في افريقيا تقريب من مصر 2006، كان غلط صلحولي، آخر بلد، ولكن ما وصلش باش يهدد مرمى مذيع من البياتي. الدفاع اختفى، خطيرة الهدف الأول، 1-0 عن طريق عفيف، المدونة الأولى في آسيا، هدف عن طريق عفيف. رادولوفيتش
1-0 على طريقة فود الكونغو. دفاع قاسم الزين تضرب الكرة من الدفاع أمام إمكانية للكروس، الدفاع يتصدى. علي مبخوت بعد 14 ثانية قبل اللبناني ممتاز جدا الكرة وجول. مش ممكن ضاعت الفرصة، مش ممكن ضاعت الكرة يا باسل. نجم على القائم الثاني ترجع كرة لكن براوت. البطولة الوحيدة اللي الأوبننج ماتش انتهى صفر والدوري، فأن الكرة اللبنانية ستتطور وتقدر تنافس في سنوات. لبنان من اللعب جرادي معلقين ديما نقولوها المباراة الأولى مفتاح. محاولة للتوزيع ممتاز اللاعب حسن يلعب كورة في يوم الشتاء. بينما هنا الثاني والهدف الثاني، الهدف الثاني للجول يا دور. كورة مليمترية، كورة دارت يمينا ويسارا وانطلقت إلى العمق، يطلع فوق الجميع، يصعد فوق الدفاع اللبناني ويسد. الآن في 2-0 يا وسط الثمانين، أعوام الثمانينات. طرف الدفاع انهيار لبناني وفرصة الثالث تضيع عن طريق عبد العزيز حاتم اللي عنده أحد الأهداف. نتيجة لحد الآن جد ممتازة. الراسية يبدأ البطولة في الافتتاح، فرصة للثالث. هو المادي علي يحاول باسل يمر ما يقدرش. الدخول العرضية مش ممكن. أخطر كرة لبنانية في الشوط الثاني، أخطر كرة لبنانية في السيب في التداخل من جديد من المادي. ترجع كرة والآن الهجمة وكرة ممتازة وعرضية ما يسموهاش ما قدوهاش وكرة خطيرة والكنترول. فرصة لبنانية رقها مع المباريات مع تقدم الدوري. يمشي بالكرة أكرم عفيف وضربها وجول. فرصة كبيرة ضاعت على القائد كل شيء. يحاولون الهربة والجول لكن تير لبنان. التسديدة ممكن، ممكن والهدف يضيع على لبنان. الهدف يضيع ولكن مسبوقة بخطة. يرجع إمكانيات وانضباط تكتيكي و 3 دقائق في البدل الضايع. كرة ممتازة يهرب عفيف كرة جول. عفيف وجول. عفيف 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 الثالث المبدع، الثالث الممتع، الثالث الرائع لقطر والقطر.